السلام عليكم واهلا بيكم في قناة فتحي حسن، كل اخبار نادي الزمالك وكل حاجة بتحصل جوه نادي الزمالك. قبل ما نبدأ اخبارنا ما تنساش تشير في القناة، لايك الفيديو لو عجبك، ويا ريت كل الناس تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من جمهور الزمالكاوي. عندنا اخبار كتير النهاردة، اخبار مهمة. تعالى نبتدي اخبارنا النهاردة عن تصريحات المستشار مرتضى منصور بالامس، كان طالع على قناة الحدث يوم، وتعالى ننتقل الى ابرز تصريحات المستشار مرتضى منصور. المستشار قال ان كارتيرون حتى الان لسه مستمر مع نادي الزمالك رغم هزيمته امام نادي سموحه بالامس. يعني نادي الزمالك كان عنده مباراه بالامس امام نادي سموحه خسرنا 2-0، وبرده كارتيرون لسه مستمر مع نادي الزمالك ومفيش اي مشكله. بس المستشار مرتضى منصور بيقول كارتيرون يرحل في سبب واحد بس، او في حاله حاجه واحده بس، ان هو في المباراتين القادمين في دور المجموعات امام سجرادا وامام الوداد المغربي، فالمباراتين دول في حاله ان هو عمل اي اخطاء سوء نواتج، مثلا غلط، عمل تشكيل غلط، ما عندوش جمل والكلام ده، اي اخطاء من الحاجات دي هيتم رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك، هيتم دفع الشرط الجزائي الكبير لكارتيرون ليه عند نادي الزمالك، ولكن بعديها هيتم رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك في حاله سوء النواتج في مباراتين القادمين في دور المجموعات. وان شاء الله مباراه نادي الزمالك هتكون امام سجرادا يوم السبت القادم بمشيئه الله. الخبر التالي بقى معانا، وان شاء الله المستشار مرتضى منصور هيعمل جلسه قويه جدا، جلسه كبيره جدا مع كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، هيتكلم فيها بقى عن خصوص بقى النواتج السلبيه، وهيتكلموا بقى عن مباراه سموحه السابقه والكلام ده، وان شاء الله هتكون جلسه قويه جدا وهتجيب نتيجه مع كارتيرون، ودي اللي هتحدد، يعني هتكون جلسه قويه وممكن تحدد برده مصير كارتيرون مع نادي الزمالك. الخبر التالي بقى معانا، وبخصوص كريم حسن شحاته. كريم حسن شحاته عبر تصريحاته بيقول ان الاقرب ان هو يكون مدرب لنادي الزمالك في حال رحيل كارتيرون هو حسام البدري. حسام البدري هو الاقرب في حال رحيل كارتيرون، بس انا شايف لا غلط، انا شايف ان الاقرب في حال رحيل كارتيرون هيكون مدرب اجنبي، مدرب اجنبي يكون عنده خبرات، مدرب كبير جدا، مدرب عالي المستوى، مستواه عالي جدا، ومن الممكن حتى لو هيكون مدرب مصري ان هو يكون مدرب دارس الزمالك جدا، عنده فكره، عنده تكتيك، عنده جمل، يكون برده مدرب دارس الزمالك علشان ما ياخدش وقت مع اللعيبه، ما ياخدش وقت مع اللعيبه في التدريبات والكلام ده، عشان عندنا منتشه قويه جدا في الايام القادمه بمشيئه الله. خبر التالي بقى معانا، وامير مرتضى منصور. امير مرتضى منصور بيحاول ان هو يعني بيسعى بشده كبيره جدا لفتح الخطوط بتاعه المغرب، يعني بيكلم رؤساء المغرب علشان يفتحوا الخطوط الجويه للمغرب، علشان يفتحوا لنا الخطوط، عشان لو لعبه نادي الزمالك عايزه تسافر من انجولا على المغرب على طول يسهل علينا، ما يكونش في صعوبه، ما يكونش في حاله اجهاد للعيبه. فامير مرتضى منصور بيحاول يكلم رؤساء المغرب علشان يفتحوا لنا خطوط الجويه من السفر الى انجولا الى من سفر الى انجولا الى المغرب بسهوله جدا، وبرده ده هيفيد اللعيبه، هيفيد طبعا اللعيبه، مش هياثر عليهم بالايجاد ولا هياثر عليهم بالسلب كون ان هم يسافروا من بلد لبلد على طول مباشره، لان في حاله رفض الرؤساء المغربيين هيؤدي الى ان اللعيبه بعد مباراتهم الى انجولا هم خلاص كده سافروا صباح اليوم النهارده الاربع، اللعيبه خلاص سافرت النهارده الصبح، هتسافر اي سافرت هتسافر مش عارف بالظبط، ولكن اللعيبه خلاص بتقترب ان هي خلاص ساعات قليله جدا ان هم يسافروا الى المغرب، عفوا ان هم يسافروا الى انجولا في من بعد مباراه سجرادا اللي هتكون في انجولا ان شاء الله، اللعيبه هتطلع من انجولا على المغرب ان شاء الله، ده في حاله موافقه الرؤساء المغربيين ان اللعيبه تروح على انجولا اللعيبه تروح على المغرب مباشره. الخبر التالي بقى معانا، بخصوص قائمة نادي الزمالك اللي هتكون امام نادي سجرادة في دور المجموعات، المباراة التانية في دور المجموعات، اتمنى طبعا فوز نادي الزمالك. وتعالى شوف بقى التشكيلة اللي كارتيرون اعلنها في المباراة القادمة اللي هتسافر الى انجولا. في حراس المرمى هيكون عواد، في برضه حراس المرمى هيكون عواد وابو جبل والسيد عطيه، في خط الدفاع هيكون محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش، وبرضه هيكون محمد طارق وعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي واحمد ابو الفتوح وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. في خط الوسط هيكون في امام عاشور، محمد اشرف رؤى، مجدي هاني، يوسف اوباما، اسلام جابر، احمد سيد زيزو، محمد اوناشم، وشيكابالا، وبن شرقي، ورزاق
سيسي، وبرده سيف جعفر، وبرده في خط الهجوم هيكون في عمر السعيد، سيف الدين الجزيري، وحسام اشرف. دول التشكيله بتاعه نادي الزمالك، او دول الناس اللي هتسافر الى انكولا استعدادا لمباراه سجرادا اللي ان شاء الله هتكون يوم السبت القادم بمشيئه الله. وكانت منتهى اخبارنا النهارده عن نادي الزمالك. يا ريت كل الناس تنزل على الشير في القناه، لايك للفيديو لو عجبك، ويا ريت كل الناس تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الجمهور الزمالكاوي. شكرا.